هو السؤال يهرب ليه؟ لا ما هو انا عايز اسالك مثلاً. انا عايز اسالك يهرب ليه يعني. رايك ايه كمان؟ انت اكيد متابع الفتره اللي فاتت، ويمكن النهارده كان على السوشيال ميديا قال ان ديانج يعني هو نوع من انواع الشوشره على النادي الاهلي او على لعيبه النادي الاهلي. خلينا نتكلم بكل امانه، لان كان في خبر تاني على ديانج ان هو كمان في ثغره في عقده فهيروح. يعني نوع القلق والدوشه والشوشره اللي حوالين النادي الاهلي دلوقتي، انت شايفها ازاي يا رمزي؟ انت يعني بره الصوره، ويمكن الصوره بالنسبه لك اوضح. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، هو انت دلوقتي يعني لو عايز الخبر ده طبعا يعني نوع من الحاجة اللي خربت بيت ناس كتير، او يعني ضيعت ناس كتير. حاجة اسمها ترندد. وانت دلوقتي يعني لو جبت اسم سيرة لاعب او مثلا في نادي مش معروف، مين هيقرأ الخبر؟ لكن لازم جزء ان انت تطلع اشاعة على نادي عشان الناس تقرأ الخبر. لازم الاشاعة ترتبط باسم كبير. طبعا طبعا. يعني انت لما جبت سيرة نادي مثلا، سواء مين هيقرأ الخبر او مين هيهتم بالموضوع. فطبيعي بغض النظر كانت هي يعني زي ما نقول هي ممنهجة مقصودة او غير مقصودة، دي ما تهزش حاجة. وطبعا وطبيعي لما انت تكون كبير وتكون اسم كبير طبيعي الاشاعات تتقال حواليك، لانه زي ما بيقولوها في ناس كتير بتاكل عيش من ورا الاشاعات دي. ده حقيقي. لا دي حقيقة. دي حقيقة. موضوع الترند ده وموضوع السوشيال ميديا بقى دمر ناس كتير. بالظبط. يعني استخدامها بقى يعني بقى مستفز وبقى زيادة قوي. يعني واحد زي ده مثلا يمشي يهرب ليه؟ أول حاجة. تاني حاجة، فريق أحسن فريق في أفريقيا بدون مبالغة، بطل الدوري المصري وبدون منافسة، يهرب ليه؟ وماشي كويس والناس بتحبه جدا وفي نادي كبير وأساسي. يعني إيه المشكلة؟ اطرد ماتش يهرب ليه يعني؟ طيب. المشكله زي ما انت قلت، هو الناس بتحب بس تعمل شوشره كده، لكن الكبير دايما بتلاقي حواليه. في النهايه برضو اكد لك رمزي ان مفيش حاجه بتزنا، بس احنا بنحاول نرد ونشرح للناس الخبر بتفاصيله الحقيقيه يعني.